السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحد سعيد جدا ان الكود المصري للبيم او بيلدينج انفورميشن موديلنج على وشك الصدور في مركز القومي للبحوث الاسكان بعد دعوة كريمة للناس انها تعمل زي وركشوب وتبدأ تتكلم وتناقش الكود وبعثوا نسخة سوفت. لو حد عايز النسخة يعني استاذنا من دكاترة يعني يبعت لي على الفيس الواتس وابعت النسخة. الفكرة بس ان هو مش موجود على الموقع لان هي مش نسخة خلصت, ويعني من ضمن الحاجات الجميلة جدا المركز القومي للبحوث قال ان هو ان شاء الله بيعقد اتفاقية بحيث ان الاكواد كلها تكون موجودة اونلاين لو حد عايز يشوفها ان شاء الله. فدي من الحاجات الكويسة جدا, ويعني بداية اشكر كل السادة الافاضل اللي عملوا الكود دوت, دكتور محمد مهدي مرزوق, دكتور مصطفى بركات, دكتور ايمن حسان, دكتور عماد البلتاجي, دكتورة منى, سيد عبد الحميد, الدكتور خالد نصار, الدكتورة هدى عبد الرحمن, دكتور كريم الدش, المهندس مصطفى الهواري, والمهندس محمد الجمل, واخرين يعني قد لا اكون متذكر الاسامي, بس كل يوم كل الاحترام والتقدير. الكود ما شاء الله عليه يعني ممتاز جدا, ويعني هو في ناس قالت ملاحظات جميله ان شاء الله يعني تتاخد في الحسبان قبل صدور الاصدار الاول. وما فيش كود في العالم بيحط كل حاجه, لو حاولت تحط كل حاجه في الكود هيطلع غلط, يعني كانك عايز تقول اكله مسكره ومره و و ما تبقاش يعني هو كل كود بيركز على جزء معين او بيهتم بجزء معين, وفي اكواد بتبقى 50 صفحه وفي اكواد بتبقى 1000 صفحه, وفي اكواد بتخش تفاصيل وفي اكواد بتركز على حاجه معينه. يعني كان في رساله دكتوره وكان بيقارن الاكواد, فما فيش كود في كل النقط, كل كود بيبقى في بعض النقط بس. هو وجود الكود في البلد نفسه او خلينا نقول الستاندرد حاجه اساسيه بتحط المفاهيم الاساسيه, بحيث ان انا لما اقول مصطلح معين ما اضطرش اقعد اشرح فيه. يعني لما اقول له اسيت انفورميشن موديل هو يبقى فاهم انا بقول ايه, لما اقول له بي اي ام فاهم انا بقول ايه, لما اقول له اي ار بفهم. مجرد ان احنا خلاص بقى في لغه مشتركه حاجه نرجع لها, بدل ما تيجي تكتب عاد تكتب كل التفاصيل, لا هترجع لتول طبقا للكود المصري. خلاص يبقى انت كده ايه قطعت كتير جدا في الشرح. وبعدين المفروض بقيه الاكواد تبقى مرجع ليها الكود بتاع البيم, يعني الكود بتاع الخرسانه المفروض الناس كتيره بقى شغاله بيم, فيبدا مثلا يتغير في بعض النقط مثلا, او كود البناء او يعني الاكواد الثانيه تبدا ترتبط بيه, وتبدا كل الكود بيتطور بحيث ان هو يبقى شامل تقنيه البيم. على سبيل المثال الكود بتاع الجرين بيراميدز, وده يعني في المطبعه يعني خلاص قرب يصدر ان شاء الله يصدر قريبا, بيدي مثلا نقطتين للناس اللي شغاله بيم, 3 نقط للناس اللي شغاله بيم في السستينابيلتي, 4 نقط للناس اللي شغاله بيم في الفاسيلتي مانجمنت. ودي نقطه كويسه جدا, حاجه الواحد سعيد بيها وفخور بيها ان النقطه دي مش موجوده في اكواد عالميه كتيره جدا, وان هم بداوا يعتمدوا على البيم وبدا يبقى موجود في الاكواد المصريه. دي حاجه كويسه جدا. الكود المصري صادر بطريقه كويسه, ويعني اتمنى الناس تقراه, ولو اي حد عنده اي ملحوظه يبعت للساده الافاضل ونتعاون في ان هو يطلع بافضل صوره ممكنه, ولو اي حد معهوش كود يبعت لي على الفيس او على الواتس وهبعت له نسخه. النسخه للاسف ما ينفعش نحطها على الموقع لانها مش نسخه نهائيه, فلما يصدر نسخه نهائيه ان شاء الله ويبقى في اذن, لان عشان نحاول نشوف كده في اذن ان احنا نرفعها على الموقع, هتلاقينا رفعناها ما فيش اي مشكله خالص. فهو كود ما شاء الله بيشرح حاجات مهمه جدا الناس تبقى فاهمها, اللي هو ليفل 0 ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3, بيشرح البيمكسشن بلان, بيشرح مصطلحات كثيره, بيقول لك ايه الحاجات اللي المفروض هتسلمها. يعني ممكن نبقى نعمل كام محاضره كده نشرح الكود او نقرا الكود مع بعض بحيث يبقى واضح. وفخور وسعيد جدا وبشكر كل الناس اللي اشتغلت في الكود دوت, وان شاء الله يطلع بصوره مشرفه. والحمد لله ان احنا كنا السابقين في المنطقه العربيه في ان احنا نطلع الكود, وما شاء الله عليه يعني حاجه كويسه, وان شاء الله الصوره هتطلع افضل وافضل, وكل تطوير يبقى افضل باذن الله.